خليكم يعني مشاهدينا نتعرف على تفاصيل أكثر من خلال ضيوفي اللي راح يشاركون الحديث ومحور حلقتي غياب الرقابة في الأسواق العراقية، من المسؤول اليوم عن ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات. رحب بضيفي اللي راح يشاركني الحديث حسين الشحماني صاحب علوة. مرحبا بك حسين. حسين تسمعني؟ الو صوت ضعيف. حسين انا اسمعك واضح، حتى تسمعني؟ صارين على الهواء. لو انا مستودي. حسين تسمعنا؟ صوت ناصي ما اسمع شيء قليل. نعم مشاهدينا، اليوم مشاكل ارتفاع الدولار القت بظلالها السلبي على الاسواق العراقيه، اليوم زادت من معاناه المواطن العراقي الفقير اللي أجوره يومية وما عنده راتب، وحتى اليوم اللي عنده راتب أيضا تضرر من ارتفاع الدولار وأيضا ارتفاع الفواكه والخضروات. اليوم غلق منافذ مهمة بالمحافظات الجنوبية أثرت وألقت بظلالها السلبي على عموم العراق، بالتالي اليوم المواطن يشكو من ارتفاع هائل في أسعار الخضروات وأيضا الفواكه. زي اليوم الشخص الفقير اللي ما عنده إمكانية اليوم شلون يروح يشتري كيلو الطماطة اليوم بألف ونص، لو بقية الخضروات اليوم واصل ألف ونص وألف وربع، حتى إذا كانت بألف ترى هم سعرها غالي للشخص اللي يوميته 5000. زين هاي 5000 اليوم شو يشتري بيها؟ يروح للأسواق بطل الزيت اليوم بثلاثة تبقى له 2000 دينار. زين هاي 2000 دينار شو يشتري بيها؟ يشتري له كيلو طماطة تبقى له 500. يعني يوم وين دور الحكومة وين دور وزارة الزراعة؟ هذا بلد الخيرات، بلد البساتين، بلد المزارع، اليوم معقولة يعاني من ارتفاع الفواكه والخضروات بالعراق؟ زين ليش وقت اليوم يبقى المستورد يغزو الاسواق العراقيه؟ اليوم ظلت حصره بقلبنا ننزل للاسواق نشوف فاكهه عراقيه، نشوف منتج محلي، اكو دعم له، اليوم للاسف من نروح للسوق نشوف كلها منتجات مستورده. اليوم المستورد غزا الاسواق العراقيه. بالتالي اليوم هذا الارتفاع بالاسواق منو يتحمله؟ اليوم احنا ليش ما عندنا رقابه بهاي الاسواق؟ اليوم احنا يعني بهذا الشهر محرم المفروض يوم الاسعار كلها تنخفض، لكن احنا نشوف ما بين جشع التجار و يعني استغلال المواطن الفقير، يبقى بس هو المواطن المتضرر من هاي الازمه كليتها. اليوم احنا لو عندنا رقابه حالنا حال بقيه الدول كان معانا المواطن من كل هاي الازمات. اليوم احنا قبلنا الدولار يرتفع، بالمقابل احنا نطالب بخفض اليوم الفواكه والخضروات والمواد الغذائية الأساسية اليوم المتوفرة بالأسواق، يعني كله صعد ضعف سعره، اليوم نشوف ارتفاع هائل. زين اليوم اللي عنده عائلة شلون راح يقدر يدبرها ويا هذا الارتفاع؟ زين الحكومة مدى تحس اليوم بمعاناة المواطن؟ ما تفكر اكو ناس أصلا ما عندها راتب، حتى راتب رعاية ما عندها. أريد نعرف اليوم وين دور وزارة الزراعة؟ وزارة الزراعة ايش قدمت اليوم للمواطن؟ ايش قدمت اليوم للفلاح؟ اليوم ليش الفلاح مدى يزرع؟ اليوم ليش الفلاح هجر ارضه وجا للمدينه؟ راح نتعرف على كل هاي التفاصيل من خلال حلقتي لهذا اليوم، ورحب بضيفي مجددا حسين الشحماني صاحب علوة من محافظة البصرة، حياك الله حسين. كل الهلا بيك والمشاهدين الكرام، تحياتي لكم القناة هاي الشريفة. شكرا جزيلا على الاستضافة. حياك الله حسين، حسين شلون اليوم السوق تشوفه؟ والله السوق صار يومين من طبت المواد شوية، السوق يعني تقدرين تقولين معتدل، يعني الأسعار يعني تخدم المواطن، بس بشرة سارة لقوتنا بالبصرة ومن يعني إنجازات الحكومة العراقية سدوا الحدود اليوم، كل شيء ما يعبر، هاي بشرة سارة للفقرة، كل شيء ما يعبر، سدوا الطماطة والمواد الباقية ما يعبر، لا خيار لا في يا حدود انسدت حسين لا بوتيته، وأنا أحكي شو وياك هسه سدوا الحدود. ما يعبر شيء اليوم. يا حدود انسدت. الشلام شخصي، اتحدث عن الشلام شخصي. بأمر منو انسدت؟ يعني منو اللي سدها؟ وشنو سبب يعني اغلاقها؟ بأمر وزير الزراعة، بأمر وزير الزراعة وبالتواطؤ مع جهات متنفذة في البصرة. زين اليوم وزير الزراعة هو يشتغل وحده لو جاء أمر من رئيس الوزراء؟ رئيس الوزراء مصدر كتاب وشفناه الكتاب يسمح بالعبور بعض المواد،
فهو الوزير بعد تعرفون اكو صفقات بالوزاره فانحرج من عنده. شو يسوي الرجال؟ لا شنو دور رئيس الوزراء اذا اليوم رئيس الوزراء صدر كتاب بعدم غلق هاي المنافذ واليوم وزير غلق هاي المنافذ، زين رئيس الوزراء عنده علم انه هاي المنافذ انغلقت اليوم؟ ما فارغ رئيس الوزراء للطماطه ولا للبوتيتا ولا للبصل ولا للخيار ولا للدهن ولا للبيض، عنده مشاريع اكبر من هاي، والوزير نقدر نقول عليه بين قوسين مع احتراماتنا له وزير مستهتر. اكيد احنا يعني بدون غلط حسين احنا مو غلط يعني مو غلط يعني هسه انا يعني شو القضيه يعني معقوله يعني هسه انت منافع صار لنا اسبوع يعني مرتين وثلاثه طلعنا وياكم ونادينا وقلنا وجاي يسمعون صوتنا والمواقع احترقت والدنيا والمحافظ راح والنواب تحركوا وما ادري يعني ما يعتبرون بينا احنا ما يعتبروننا احنا اوادم بس ما انا مو ادمي هسه شنو مجايع أقلة الحدود انسدت، طماطة ماكو، بصل يعني بوتيتا ماكو، فلفل، خيار، بيض، دجاج، جبن، كل شيء ماكو، بس الكيوي عبر على العراقيين يثوبون للمشاي يطبخوا لهم كيوي. والعراقي اليوم شو يسوي بالكيوي؟ يتغدى كيوي؟ هو الكيوي، اتغدى كيوي واتعشى كيوي. هاي يلا الله والله يا رب ما اعرف تاليتنا وين راح هسه المواطن خليه يشبع خبز يلا ياكل كيوي كيل كيوي ب 3000 دينار صاير 3 ملايين طن الكيوي يقلونه حلو مكان البوتيتا نفس القشر هو ماكو تشابه يعني هذا حلو ذاك ما شو تسوي يعني ما اعرف يعني خلي تخيل المواطن يعني انت تصور اقول لي طماطه يقول لي استورد كيوي يعني شو اسوي له هو ما يعرف من وين الله حاطنا هو يدرك وبصره بالعراق مباوع للخارطه حاسب الحساب يعني شنو يقول لك مكان طماطه استورد كيوي زين العالم يعني تتغدى وتتعشى كيوي بمكان الاكل كلها كلاوات بكلاوات ماذا نفتهم يعني اليوم يعني صار استبدال الطماطه بالكيوي يعني العالم بعد تستغنى عن الطماطه وبقيه المواد الخضروات وتستبدلها اليوم بالكيوي قضيه الطماطه القضيه قضيه وطن احنا هسه جايين نسولف على الطماطه هي الشعار يعني شلون يقول له ثوره الجياع ثوره الطماطه ثوره البيض بس انا ما اعرف هذا الشعب انت مع احتراماتي لك جاي تمشي من الفاو تاكل كربله حاط لها تمشي وين رايح انت ما جاي تشوف الذله ما تشوف اهلك وناسك طالع ارواحتهم تدرين البصره يشهد الله الخيس طافحه ماي مالح الامان متخلخل ناس متنفذه وكيفها وسيارات مظلله وتفتر بكيفها يعني ما اعرف هسه حتى اليوم يعني اليوم نوعا ما منعوا الناس من التظاهر نازل الجيش بقوته وما نعرف شنو ما شنو والدنيا مقلوبه دفتح الطماطيات تفتح بعض المواد خد تاكل الناس يعني شنو طبقه البيض ب 7000 شنو بطل الدين بثلاثه ونص انا ذاك اليوم قلت بثلاثه يعلقوا لي قال ابو علي شاتري من يمك ترخص بثلاثه ونص صار بطل الدين اطول اللتر سأل اخاف احكي وزعلون علي زين حسين اليوم المواطن الفقير اللي ما عنده يعني اجوره يوميته 5000 دينار هذا شو يشتري بالخمسه؟ اذا كيلو طماطه ب 1000 ونص بطل الزيت التذكرت بثلاثه ونص شو يسوي بهيك حاله؟ سبب دمار العراق هم الناس الفقراء لا ياكل لا يطلع ويتظاهر ولا يقعد ويسكت ما يعني ليش ما ينزلون الشارع؟ حتى الناس قامت تلومنا تقول انتم 24 ساعه طالعين بالاعلام طالعين بالمواقع والمظاهرات وتقمزون وتصيحون وانتم ناس شبعانين ومنتفعين وما ادري شنو يعني ماكو فقره خيراوين الفقير وجهه ماكو بس يخابرون الو انا ماكليتي واقفه من الماي المالح الو عيوني راحت من الماي المالح يلا اطلع هاي الشارع اطلع زين واذا يطلعون يعني اليوم يتظاهرون ايش راح يصير؟ شنو اللي يتغير؟ مو ياما وياما تظاهرت العالم وانقمعت و احسن ما مع احترامات صار تكميم الحيوانات على الاقل يموتون احرار. اذا لم يكن لكم دين فكونوا احرارا بدنياكم. قالها الحسين في مثل هذه الايام. وينهم؟ وينهم يا ليتنا كنا معكم؟ وينهم جماعه هيهات من الذله؟ يلا هاي الذله صمطماطه ما يطونك وحق القران هذا واحد اسمه عراس هناك ببغداد يقول النفط بيدي مو بس الطماطه، يقول انت مو بالبصره النفط تجواك، جو عائلتك، جو اهلك، النفط تجواك الي. انا الي كاكا الي ما هو منو هذا حسين؟ راس كبير واحد يسمونه اراس
معروف بالمنافذ منو الشمالية هذا المنتابة يعني؟ يعني ثلاث منافذ حدودية يدور، المنذرية وكلار ومنطقة ايش معابر كردستان. حسين منو هذا يعني؟ هو مدير عام مسؤول يعني؟ يوم منو هذا؟ فهمنا. اي هذا الوزير، هذا الوزير اعراس اسمه، هذا مكان الوزير. لا الوزير بس قاعد هيك محنط هو وراه. زين هو الوزير يوم مو الخفاج لو تغير صار اوراس؟ والله هو الاوراس هو هذا حاليا، هو هذا يعني هو هذا اللي مسيطر اليوم على وزارة الزراعة؟ هسه احنا مو احنا مسيطر، وزارة الزراعة مسيطر. وزارة الزراعة حالة وحدة، ورد اناشدها المرة تحت وياها بهدوء، لا ارد اتهجم ولا ارد اسوي، وهم ديمقراطيين جزاهم الله خيرا جزاء. صار لي تقريبا شهر احكي عليهم ما قاموا دعوة خوش، بس احتمال يقيمون علي بالكلوك. على كل حال يعني انا لا ارد اتوصل له، يعني وش ليش ما تعطيني طماطيات؟ عم نريد طماطم، ما عندنا فلوس ناكل لحم. شو القضية؟ طل العالم؟ أنا ما عندي طماطم ترى بالمناسبة، طماطم بعد ما أحمل ما أريده، يعني كل ما أحملها المحافظ يقول جيبوها، والوزير يقول لا تجيبونها، وتظل السيارة شلون الكاروك؟ هذه يدفعها وهذه يرجعها، يدفعها هذه يرجعها، تظل تخر ماي رخيص وأخسر.